سبب الزيارة سيد مدار؟ جايب لك خبر دسم هالقد هيك. تفضل. عرفت لك مكان أبو الصلح وجماعته الزهران وين موجودين؟ وين؟ نحن رح نعمل مشكلة صغيرة بالحارة، وقدر الإمكان رح نحاول نسحب رئيس الكراكون وعساكره لبرا، ونحن منكون محضرين حالنا، وباللحظة اللي بيطلعوا فيها جماعة الكراكون منفوت ومنساوي شغلنا. ري عليك أبو خضر، بس مثل ما اتفقنا قتلة ما بدنا. إذا فيكن أوسوا على رجليهم على إيديهم، بس قتل ما بدنا. هدول العساكر بيضلوا ولاد بلدنا، وهذا اللي راح يصير بإذن الله يا كبير. معناتها تكلنا على الله. وانت صياح شو شغلك؟ أنا جاهز عمي، والجماعة اللي بيبيعوا سلاح كمان جاهزين، بس بدنا نأمن المصاري. حلو، معناتها أمورنا محلولة بإذن الله. إن شاء الله يا أبو الصلح، الله يقدم اللي فيه الخير ويسر أمركم. وهي أحلى كاسة شاي لعمي حامي. آيين دلغام. طلع العفريت. السلام عليكم. أهلين بمعلمي وتاج راسي مصر بيك. كيف الشباب؟ شو الأخبار؟ أبو عامر طلع من الحارة. من إمتى هذا الحكي؟ والله صار له حصة منيحة يا بيك. أكيد راح لعند أبو الصلح وجماعته. ولك آخ إمتى بدي أخلص منك يا أبو عامر؟ إمتى؟ تفضل اشرب معنا كاس شاي يا بيك. صحتين وهنا. دير بالكم منيح. بأمرك. تأمر أمر. بكره بتزبط لي وضع غريب، صار وقت تشوفه. حاضر معلم، اعتبره صباح. صباح على خير. تفضل مصر بيك، شرب كاس شاي. الله معك يا سيد راسي. الله معك. شو هالزلمة هاد؟ لك ما في أخوه بكل الشام، مو بس بالحارة. حامد بدي أسأله، مظهر بهيك شو بده من غريب؟ إذا بتحشر أنفك بهيك قصة مرة تانية بحشر لك يا أبي هالقبيلة، بتبطل خرج تقعد على المحرسة. لا لك عمي، لا ما دخلني أنا، شو دخلني؟ أنا علي بمحرسي وأعرف له لمظهر بهيك مين عم يطلع ومين عم يفوت على الحارة. مسيك روق لي دمك بهالشايات. سلامو. بسم الله الرحمن الرحيم. رعبتيني. بالله رعبتك؟ لا تكوني شايفتيني شي جنية أو عفريت قدامك. مع مين قاعدة عم بتقذري كل هالوقت؟ أبو سعيد الدومري. ها، وشو بده أبو بطيخ جاي لعنا بنصاص الليالي؟ شو بده يعني؟ بده ابن عمي ضروري. وانت شو قلتي له؟ شو بدي قله فوزية؟ قلت له ابن عمي مانو هون، وإذا بدك يا روح لعنده على البوايكية. بس هيك؟ شو بده يكون في يعني فوزية؟ والله ما بعرف. روح انقبري على غرفتك. يلا. الله
قال أبو سعيد الدومري قال صار لساعة عم بتطق حنك، وآخر شي بتقلي أبو سعيد الدومري يا على مين عم تلعبي هالألعاب يا كاملة؟ لك أنا فوزية، فوزية ماني مطيعة. الله حي المرزوق عمية. لك أهلين. لك ليش هيك معذب حالك؟ لك شو معذب حالي؟ يا أحلى بريق شاي يخدم شواربة. عشت يا طيب. المهم يا صاحبي، سمعت لك سمعة ما بتسر بلوب بلوب. أوف، خير اللهم اجعله خير. خير يصيبك، هذا الفرنساوي بده يطالع كل المساجين والمحكومين من سجن القلعة. وليش لحتى يطلعوا؟ شو ليش لك مرزوق؟ مشان تعلق الناس ببعضها وكلت هي على الفرنساوي. بس هيك راح تفلت القصة من بين ايديهم، تكتر المشاكل بين الحارات. لك لا تجدبها مرزوق، يعني مو هذا هو اللي بده اياه الفرنساوي؟ بعدين صاحبك بده يطلع من بيناتهم. ها، وعن مين قصدك؟ عدلي. عدلي ما غيره، شنو اكيد بيكون طلع مع المساجين. ايوه يا سيدي، وانا عم استنى قلبك لسه مليان منه لك مرزوق. قلبي مليان، وبس يقول مليان ومنتلي. ما بنسى هديك الليله اللي نزل فيها لعنا على ارض ديار كرمال يسرق المصاري وكشف على حريمنا، كشف على حريمنا. لك رشدي، انت عم تفهم علي؟ اخ، لو هداك اليوم مسكته بين ايدي كنت فصفصته فصفصه. لا اله الا الله. لك والله معك حق وحاس فيه، بس كمان انت قدحت نقف الدين قتله، مسحت الحاره فيه. بس ما اشتفى غليلي. لك رشدي، ما اشتفى غليلي، لانه اهل الحاره سحبوه من بين ايدي. بس إلك علي إنه هالمرة يكون حسابه غير شكل. وأنا سيف بضهرك، وشو بدك آمين؟ وأنا بستناكم قريب من الكراكون حتى راقبلكم الجو وفوت سوا. الله محييك سيد. يا الله. يا رب. السلام عليكم. وعزام. السلام ورحمة الله. وصل أبو عامر وصياح لأول الطريق. مشي. مشوا على خير. الله معك يا كبير. الله معكم. أمان الله. الله معكم. صار له كم يوم ما عم يرمي حجارة على البيت. يا الله شو كان حلو الحجر تبعه لما ينزل واسمع صوته. بتعرفي انا احيانا بحسدك يا شفيقة. بتحسديني؟ وليش بقى؟ يعني انت على القليلة في حدا اهتم فيكي حتى لو كان اجير فران. اما انا يا حسرتي ما حدا مفكر فيني. اشتهيت واحد بس يحس فيني حتى لو كان زبال رضيانة. يعني انت بدك حدا يكون بحياتك تحبيه ويحبك؟ انا ما جربت الحب، لا حدا حبني ولا حبيت حدا. يعني انت لو ما عبود بيجيب لنا الاغراض على باب البيت كنتي حبيتي. ولي على قلبي عليك يا اختي. حاسه كل يوم عم يمرق مثل اليوم يلي قبله. ما في شيء جديد بحياتنا. الله يسامحه لأبوكي حابسنا بين أربع حيطان مثل العصافير اللي جوا قفص. طولي بالك أختي، بكرة الله بيفرج عليكي وبيبعث لك نصيب يعودك عن كل هالحرمة. والله حاسة ملهمة رح ضل هيك بين أربع حيطان ما حدا حاسس فيني. هلا ترتاح لك شوي عمي، تشرب لك كاسة شاي وبس يطلع الضوء بإذن الله بتتيسر الحارة وأنا بلحقك. مشي، لا تأخر علي بكرة. لا والله بدي أتأخر عليك شوي. ليه؟ لأنه بدي بيع الحليبات لزلمة هون، ما راح أنزلهم على الحارة مشان أتفضى تمام لشغلتنا. حماك، أنا بس بدي إياك ما تأخر لأنه الشغلات اللي اتفقنا عليها لازم نبدأ فيها. لا تأكل هم عمي، لا تأكل هم، قبل الظهر بالكثير بكون عندك إن شاء الله. تفضل هون الغرفة ارتاح. يا الله. Thank you.
حياتك مع هيدالي بقى اللي عارف مين اللي قتل ابوك. ليش قتلوا؟ الوالد كان عنده اعداء كتير. انت بتعرف حدا منهم المظهر؟ معلوم، كل اهل الحاره وعلى راسهم ابو جميل وابو عامر. كيف يعني؟ يعني هني اكثر اثنين كانوا يكرهوا ابوك بالحاره كلها، وانا هيك حاسس انه هني ورا موت ابوك. لازم اخي يعرف. عارف، حكيت انا وياه رح يتم ويحقق لي يعرف الحقيقه. الله يوفقه. ليش لا يقتلوا؟ ليش؟ هو شو عمل لهم؟ هو ابوك الله يرحمه كان على الصراط المستقيم، كان عادل رجال قضايا، وهن يعني ما ناسبهم هالشيء، كانوا يعملوا شغلات ما بيرضى فيها لا الله ولا عبد الله. يا رب يا رب نعرف اللي قتله. يا رب اخوك يا قضايا وقت حاله، واكيد رح يعرف مين اللي قتل ابوك، بيعلق مشنقته بنص الحاره. انت بتحب اخي بشير مظهر؟ معلوم حبه، مو بس بشير، أنا كل عيلتكم بحبها لأجله، وخصوصاً أبوك الله يرحمه. الله يخلي لي إياك يا رب. تعال تعال. الله يرحمه الغالي. سلام يرمي الفتن. بدنا كل شيء. خذ كل شيء. خذ البهايم وخذ البضاعة، بس اتركونا نروح بحال سبيلنا. لا تفهموني غلط. بدنا النسوان والاولاد. لك انتوا ما بتخافوا الله؟ ما فيكم شرف؟ نحن حجاج بيت الله الحرام. اهلين حجاج. يا جماعة إن شاء الله ما تواخذونا بالغلط.
ثابتة ثابتة. شان الله ما تواخذنا، شان الله احلى حاج. لعن ابوك يا شيطان. أهلين أهلين أبو صفوان، تفضل. يا الله يا الله. شو إن شاء الله تكون جايب أخبار حلوة؟ على كيف كيفك؟ شلونك؟ أهلا وسهلا، نورت. كيف صحتك؟ أبو صفوان تفضل، ارتاح تفضل. إن شاء الله لقيت لنا شرة لهالمكان. امبارح جيت لعندك على البيت مرتين ثلاثة وما لقيتك. إيه والله كنت عم أبيع حليب بالحارة. طمني، إن شاء الله لقيت لي زبون مرتب للمكان. يسلموا ذياتك. إيه نعم. امبارح جبت زبون لهون مدهن مرتب تمام، شاف البيت وشاف الارض كمان من بعيد لبعيد، يعني عمل هيك نظره وراكب تمام التمام. على كيفك. ايه الف الحمد لله. طيب امتى بتحب تجيبه لنتفق؟ بكره عمي، بكره بعد صلاه العصر بيجي لهون ومعه المصاري، وانا بعمل لكم حجه البيع كمان. ولا يهمك. خلاص، معناته انا بخلص شغلي على بكير وبستناكم. بس لا تنسى صياحه، انت وعدتني بكمسيون مرتب. لا يا ابو صفوان تكرم عيونك، بعدين مو صياح اللي بيوعد وبيخلف، كمسيون على كيفك كمان. والله انت ابوها يا عمي. صياح اللي بقى لشوف انت ليش رح تطلع من الضيعه؟ بدي ادور على اهلي قسما بالله ومالك علي يمين. من يوم اللي توفى المرحوم الله يرحمه. الله يرحمه. تعيش وانا مو عارفان راسي من رجلي، مو عارفان حالي من وين اجيت، مين هن اهلي. بدي ادور عليهم. حتى شغلي يا عمي ابو صفوان شغلي مو مثل قبل، وفوق كل هاد في واحد عم يهددني بالقتل. طيب هلا اذا طلعت من هون واشتريت بيت بالحاره ممكن تلاقي اهلك؟ على القليله بضل بين الناس، يعني بخالطهم ليل مع نهار، وبدور على هذا الواطي ابو دعاس يلي جابني لعند المرحوم الله يرحمه. توكل على الله عمي، توكل على الله. لا اله الا الله. اشرب شاي عمي، اشرب شاي. معك حق والله يا صخر، ما حلوة رجال تنام عند الناس إلا للضرورة. نحن مو طالع بإيدنا نساوي شيء، بدنا نطول بالنا غصب عنا. بعين الله، ما منقول غير الله يهدي باله ويهدي الأحوال. آمين يا رب. آمين. إيه بديعة، جهزتي شيء؟ لسه ابن عمي. لا لا، وليش ما جبتي شيء؟ لأنه ما أخذت إذن من أبي لأنزل على السوق. إيه أبي لسه ما قلت تنزل على السوق تجهز. وليش بقى؟ والله ما بعرف ليش. إيه بس هيك ما بصير يا صخر، ما بصير. صدقني ما بعرف شو عم يدور بقى له. بس لازم يفهم علي إنه أنا حطيت موعد للعرس.
وبإذن الله هذا الموعد ثابت. بعدين أنا ما بدي أتأخر على بديعة. يصير خير إن شاء الله، يصير خير. شرف غريب بيه. هلا بيكون غريب عارف كيف يتعامل مع مرزوق مشان ديناتو نفوتوا على الكراكون. سيدي رب يسر ولا تعسير. هذا اللي بدنا اياه. يا مختار يا مختار الحق يا مختار الحق. شو في مستر؟ شو في غريب ومرزوق علقانين مع بعضهم؟ شو هالحكيات؟ لك مو بس هيك رح يروحوا بعضهم كمان. لا لا ابو عامر شو حكايته هذا صار كل يوم بيعمل لي خناقه مع حدا؟ صدقني ما بعرف يا ابو حسني. شو مختار ما بدك تروح تشوف شو القصه وتحل المشكله؟ ابو عامر قوم لنشوف شو الحكاية. ماني رايح ولا بدي حل مشكلته، هذا واحد واطي ونزل من عيني، كل يوم عم بيعمل لي مشكلة. ايه قوم ابو عامر، بركي بتقدر تهدي شوي، قوم. لا حول ولا قوة الا بالله، شرف. لا عم شي السيرة، تقول الخناقة مو بحارتنا. يا سيدي. خير يا بنتي، ليش عم تبكي؟ تذكرت ابني يا مرت عمي. الله يرحمه، اشتقت له كثير يا مرت عمي، اشتقت له. اسمعيني منيح يا مو، انت لازم تحبلي من اول وجديد وتجيبي ولد لجوزك. عم تفهمي علي؟ صلي على النبي، صلي على النبي. الله يرضى عليك ما خلصت قتلتك. ها ولا انت كمان خلصت، الك علي قتله ما تنساها بحياتك. لك عود خلاص بتعوي املا لعما عم تهددوا بعدكم قدامي مني. خذن هن اثنين على الكراكول خلينا يتربوا. وفي افندي طول بالك ابو راتب، المشكله ما وصلت لهون ونحن رح نحل القصه بيناتهم. وانا ما رح حلها الا بالكراكول. وانا معك يا ابو راتب. هذا شغيلك غريب يا ابو عامر. ما عندي شغيل، واحد عم يعمل مشاكل بالحارة كل يوم والتاني، لا بوقف معه ولا بدافع عنه. شو هالحكي يا ابو عامر؟ مثل ما سمعت مختار. ابو راتب هذا مرزوق شغيلك، واذا راح الكراكون رح يتعطل شغلك. يتعطل سيدو. يلا اش حتقولي هدول الجوز الدامي على الكراكون؟ والله نسيكم حليبكم اللي رضعتوه من امهاتكم. يلا جزو بدل ما بيحب الكراكون وجماعة الكراكون. جايك الدار ولا جايك الدار؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. شو عم بصير يا مختار؟ شوفت حالك يا ابو جميل. يلا يا جماعة يلا كل واحد يروح على شغله. عمي يلا خلصنا روحوا. يلا يا شباب يلا 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 عمي يلا. لا حول ولا قوة الا يا ربي دخيلك يا ربي دخيلك. هاجمين عليهم وذابحينهم. ولا ترى قوسيني قوس اخوي. الله اكبر عليهم، الله اكبر عليهم، الله اكبر. يا لطيف
تأكد تأكد إذا بي حدا عايش. يا لطيف يا لطيف يا بسم الله بسم الله. شو أخوي؟ وشي؟ هزم العايش هزم العايش يا زيدان. توكل زيدان توكل زيدان يدفع. الحق 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 بسرعة. هات الدابة تناخذه على المضارب بسع حولك ما طلع لك. بسم الله بسم الله عليك يا أخوي. بسم الله الله أكبر الله أكبر على كل واحد. شو ما صدقت حالك فورا نزلت فيني ضرب عن حق وحقيقي مرزوق؟ أنا كنت عم بضربك عن حق وحقيقي منشان اللي كان عم يتفرج علينا يعرف إنه نحن عم نتضارب عن جد. إيه كان بالناقص كان رفشي وكان دبشي. حقك علي غريب حقك علي. وهي وين بصرفوها؟ قلت لك حقك علي غريب وبس نطلع على الحارة راح أعتذر منك قدام كل الخلايق. ماشي وأنا من هلا مسامحة. تمام. إيه غريب وهي صرنا بالحبس مثل ما بده معلمي أبو راتب ومعلمك أبو عامر. بقى قلي شو بدنا نشتغل؟ مو هلا مرزوق. لكن إيمتى؟ خلص بس يصير وقت وأنا بالله. ليش مستعجل على رزقك لك مرزوق؟ يصطف له المهم ما صار في دم. يلا سكر سكر. لك يا وفي كبارية الحارة جايين يحلوا القصة بيناتهم. سكر بقى سكر. تفضل عليه حامد تفوت. شو بدك؟ سيلي بدي لك شيء بس خايف تفكرني لألو وقليل قيمة. لا مالك لألو ولا قليل قيمة. قول سيلي. هذا مرزوق وغريب سبوا عليك وعلى كل الكركون. سبوا علي أنا؟ ايه سيلي. سبوا علي أنا ولا؟ ايه سيلي وسمعتهم بإذني هاي مسحوا فيك الأراضي. مسحوا فيك الأراضي؟ إلعب إلعب كتر خيبك سيلي. يلا فكر في عقلك عم يقوله لسانك. ولما بتسبني بتكون عم تسب الحكومة فهمان؟ لا أنا مالي ضد الحكومة. بوسة لأيدها سامحني بوس رجلك. كنت بدي سامحك أنت وهذا المشكلة جي غريب بس بعد اللي عملته بدكم ضلوا عندي هون أنت وياه. ليش أنا شو عملت سيدي؟ خلاص ولا كمل وفي كمل عمرك سيدي عمرك. لا تقوي يا وفي. شو عم بلعب معك انا؟ يستر على حبيبك. جهز لي حالك بعده. انت عم توصلني شيري. يا الله خلاص قويها شيري يا بنتي. يستر على ابنك. خلينا نريح شوي. كملوا لا حاضر سيدي حاضر. غريب هاد ما عاد يلزمني بنوب بعد اليوم. فهمت؟ ليش سيدي شو عامل؟ مشاكله كتيرة كل يوم بيسلخ خناقة ومشكلة وفوت على الحبس وناقصني أنا. هلا سيدي بدك تطول بالك عليه شوي. معلش طول بالي. كان ناقصني جنان أنا. شلون سيدي؟ بخافك لو شي قصة يقوم روحنا فيها لهون لا عاد تخليه يجي. فهمت؟ بأمرك. بس كداس لازمني بدي اياه يشتغل عندي. لهيك الحوافق انك تشتري له الفرد. سيدي بس ما معه مصاري حق الفرد. ولك دب بيعه اياه بالتقسيط. خلي رقبته بايدك. خلص سيدي اعتبره صار واليوم قبل بكره رح يكون عنده الفرد والفشك كمان.
ايه بس بالاول فهم منه ليش بده الفرد؟ لشو لازمه؟ عواد الرجال صوابه بصدره ونازف دم من كثير. اي والله يا ابو راشد ولقينه كثير من الناس مذبوحة ومزوته بالقاع، ولقيت هالرجال بشوية نفس ولحقته. اسمع يا عواد، تروح بسرعة للحكيم أبو مفلح، خلوه يجي قبل ما نخسر الرجال يا عواد. حاضر حاضر. أبو عزو، اللي عم تعمله غلط، شي راح ومضى وما حدا بيعرف شو صار ببيت صهرك أبو عامر. يعني لو كانت هالشغلة صايرة معك مختار أنت بتقبلها على حالك؟ إيه برضاها، مشان استر على بنتي عن جوزها، مو طلقة منه. والله أنا لقيتها كبيرة على حالي، إنه يتهم بنتي بالسرقة وفوق المنة يضربها كمان. أبو عزو، خلصنا، ما بدنا هالفرقة تضل بيناتكم، الناس بدي تحكي طالع نازل، بيقولوا ليش والله أبو عزو ما بيقعد بالمخترة لما بيكون قاعد أبو عامر؟ لك شو بدها بالحكي ولت بالعجل؟ شي صار شي ما صار. مثل ما بدك مختار، مثل ما بدك. هيك يا ابو عزو الله يرضى عليك. بس يكون بعلمك انا ما بروح لعنده، انا ما بروحه. لا سيدي لا تروح لحتى تتصالحوا. شوف يا بي، لما بيكون عندي ببعت لك خبر انا بعمسته، بتجي وانت كانك ما بتعرف انه هو هون، بتسلم عليه وبتقعد انت وياه وخلصنا. منيح هيك؟ ايه منيح منيح. إذا كان روح قوم على شغلك. وشو من شان غريب ومرزوق؟ رح يضلوا محبوسين؟ والله يا ابو عزو هذا لا شغلنا ولا شغلك. شلون يعني مو شغلنا مختار؟ هلا معلمينهم بدهم يربوهم، نحن شو خصنا بهالقصة؟ يعني رح يضلوا محبوسين؟ اخي ابو عابر وابو راتب بدهم يربوا شغلتهم، مشان هيك تركوهم بالحبس، فهمت علي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شرف يا ابو. تفضل. شو أخبار الحارة يا بي؟ كله تمام يا بي وعلى كيفك؟ خير إن شاء الله. اللي مين خرج نبعت لحارة القصاب؟ مشان شو يا بي؟ نشوف نظر افندي. ما في حدا يا بي. يا بي صخر بعت لي دادوش. يا بي دادوش ما بيسترجي يفوت على الحاره، شنو بيعرفوه؟ واذا شافوه ممكن يروح فيها. شلون بدي وصل الخبر لمظهر بيك تكا؟ خلص عقيد، انت روق لي حالك وترك الموضوع علي، انا رح لاقي لك طريقه تشوفه لمظهر بيك. معلم عزو، شو جابك لهون؟ ابي جيت مشان اشوفك واحكي معك. ما بدي اشوفك يا مغضوب. بوس ايدك يا اخي. بعد عني. بوس ايدك سامحني. بعد عني، طلع من هون. لا لا يا ابو عزو، طول بالك على الولد، طول بالك عليه. شو بنا ابو صافي يرضى عليك، لا تتدخل، هذا موضوع بيني وبين ابني. يا ابي بس افهمني، انا قلت لك ما بدي اشوف وشك، وإذا بشوفك مرة تانية هون علي الحلال بهتك قدام كل أهل الحارة. نقلع من هون مغضوب، روح الله يغضب عليك. يعني يا حكيم اتهجه إنه يطيب ويتعافى؟ والله هاي بيد رب العالمين. ونعم بالله ونعم بالله. وهالشي يعتمد على قوة جسمه، احنا سوينا اللي علينا والباقي على الله، إن شاء الله يتعافى. الله يسمع منك يا حكيم ويكثر خيرك. لازم يتغذى زين مشان يعوض هالدم اللي خسره. يقول انت بس خله يصحى واحنا نجيب له لبن العصفور اذا يريد، بس خله يصحى. ما عرفتوا هالرجال منين يا اخوي؟ لا والله يا حكيم ما عرفناه، رجالنا لقوه ملقوح بتشول بهالبريه وجابوه مثل ما تشوف، ولقوا ربعه ميتين. لا حول ولا قوه الا بالله، الله يرحمهم. الظاهر يا حكيم انه متلقينهم قطاع طرق، اخذوا الحموله اللي معاهم واشتلوا الزلم، ورجالنا جابوا الرجال مثل ما تشوف. الله لا يوجه لهم الخير. ترخص لي يا ابو راشد. الله معك يا حكيم، الله معك. زيدان عمي وصل الحكيم. تامر السلام عليكم. الله معك يا حكيم، الله معك. عليكم السلام. عواد مبين هالرجال من عيلة كبيرة، والله من سابع سمه هو اللي تلطف فيه. اي والله يا ابو راشد مبين عليه ابن عيلة. وش سويتوا برجال الميتين؟ الله يرحمهم دفناهم. والله ما قصرتوا، اكرام الميت دفنوا. بس احنا لازم نعرف من اهلهم ونخبرهم اللي صار معاه. والله يا عواد هالشي ما نعرفه الا يطيب هالرجال، وهو يسولف لنا سالفته وسالفه رجال اللي ماتوا معه. لك يا ابي يا حبيبي، الولد لساته جاهل، يعني اذا ما ربيته وعلمته ما في حدا يربيه. شو قصدك ابو صافي؟ يعني انا ما ربيت ابني منيح؟ لا لا
مين قال هالحكي؟ انت يلي عم تقول. بالعكس، انت مربيه احسن تربايه، بس رفقاته نزعوا تربايتك لإله. يلي ما بيسمع كلمة أهله ولا بيسمع كلمة أبوه هيك مصيره، وراح يكون مغضوب آخر عمره. روي روي يا أبو عز، روي، هذا ابنك وما إلك غيره. عزوتك هذا عزوتك، إن شاء الله بتشوف أولاد أولاده يا رب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أبو صافي يا أبو صافي، عزه من زمان ما سأل عني ولا سأل عن أمه ولا إجا لعنا بزيارة على البيت. معقولة يعني بعد كل هالشي اللي عمله استقبله وقل له سامحتك وتفضل لعندي على البيت؟ يا أبي يا حبيبي، من طول عمره الوعى الكبيرة توسع الوعى الصغيرة. طول بالك، الله يرضى عليك. ماشي الحال ماشي الحال. يلا سيدي، السلام عليكم. مع السلامة. معك علي بصافي. مين أبي علي؟ برو مر مع مين؟ كنس دكاني منيح لبين ما ارجع. ليش وين رايح؟ شو دخلك انت؟ لا مو مش هالشي، بس عم اقول اشكال انه مالك راجع. لا سكر محل وروح على البيت. يسكروا بلاط على ابرك. راجع واوعك تزحزح من هون. ما انا شايف اواعيه هون؟ حاضر. تضرب من بين الصنايعيه. امشي قدامي بل ما كسر لك راسك. امشي، حركي حركي. هلين يا بي، الله يعطيكم العافية. كيف كانت الضربة؟ موفى يا بي موفى، والغنايم خيرات الله. منو هاي؟ هاي واحدة من الغنايم. شي حلو كتير يا أخي. الحمل وأخدته ورجاله قتلتهم، خلونا نروح. الله يخليكم، الله يوفقك. شو عم تحكي هاي الحرمة؟ قال بدها تروح. قال فكرة فوت الحمام مثل طلوعه. ليش خايفة؟ انت بضيافتنا، والزلم هون راح يعجبوكي ويكرموك كتير. أنا ما بتطلع عندكم، بوس إيدكم خلوني يروح. الله يخليك خليني يروح. كريمة خديها للمستورة ولبسيها توب من ثيابكم، بدنا نحتفل الليلة بسهرة غير شكل. حاضر. بعدي عني بعدي عني، أنا عندي الموت أرحم من إني أتزين لحدا غير جوزي. هيك لكان، إن شاء الله بوز إيدك تركني روح. الله رح خليكي تتمني الموت وما تنولي. تاك تاك تركني، رح أفرم لك إياه قدام عيونك. خلص خلص، بعمل اللي بدك إياه، بس تركها لسه بتركها. ها هيك من الأول فهمي علينا. تعالي معه. تعال تركي للصبي، تركي. الله يوفقك خليني أخذه. لك تركي، أقول لك تركي. تعالي معي تعالي. جنس عاطل، روح لعن جدك روح. ليش خايف جدو؟ دي أمي. ها طيب طيب، شو اسمك حبيبي؟ اسمي هاشم. هاشم اسم حلو كتير، بدي اياك تكون أبضاي وما تهاب الموت، فهمت؟ فهمت. شآم طيف أحلامي وإشراق أيامي، هي اللحن الذي تجلت فيه أنغامي بحب قد غزا قلبي، وشوقي زاد بهيامي، فعدت رشامي يحييني، أداوي فيه آلامي. وإن
غزا قلبي وشوقي زاد.